طيب لوغاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: الانتقالي يشكو توقف خدمات الحكومة في عدن بعد الانقلاب. من موقع المصدر أونلاين: مسلحو الانتقالي منعوه من دخول مكتبه. مسؤول حكومي في عدن يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى. ومن أخبارنا المنوعة: مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين. أهلا بكم. الانتقالي قام بالانقلاب في عدن وأقدمت ميليشياته على السيطرة على المدينة، لكنه فشل في توفير أي خدمة للمدينة غير السلاح الموزع بعدل على أحياء المدينة، وفقا لموقع عدن الغد. الانتقالي سيشكو حكومة معين عبد الملك إلى جامعة الدول العربية بسبب وقف نشاطها في عدن. وقال الموقع إنه من المقرر أن يتقدم المجلس الانتقالي بشكوى ضد الحكومة الشرعية احتجاجا على قرارها الأخير بتعليق نشاط وزاراتها في عدن. وينقل الموقع عن أحد المتابعين في المدينة قوله: أن الانتقالي يستعد لرفع مذكرات احتجاج إلى التحالف العربي وإلى الجامعة العربية وكذا الأمم المتحدة من خلال مبعوثها السيد جريفيث وسفراء المعنية بالوضع في الجنوب واليمن. وأشار إلى أن الاحتجاج يتضمن اعتراضات على قرارات وزراء حكومة معين الذين أصدروا أوامرهم بتوقيف أو توقف الخدمات في عدن والجنوب. لدينا أيضا شكوى أخرى من اليمن، ولكن من جهة مختلفة، حيث أورد موقع صحوة نت خبرا قال فيه: اليمن يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد إيران بسبب السفير الحوثي. وقال الموقع أن الحكومة اليمنية أكدت أنها بصدد تقديم مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة جراء تعيين ميليشيات الحوثي سفيرا لها في إيران. ونقل الموقع ما قاله الناطق الرسمي للحكومة من أن الحكومة تؤكد رفض الإجراء الذي قام به الحوثي، والذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية ويخالف القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن. وسارعت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى تلقي خبر تعيين القيادي في ميليشيا الحوثي في إشارة إلى اعتراف طهران رسميا بحكم جماعة الحوثيين في صنعاء ومساندتها لانقلابهم ضد الحكومة الشرعية. على ما يبدو جاءت عاصفة الحزم لما يسمى بالحراك الجنوبي على طبق من ذهب، فتنفس الصعداء وغنى على ليلاه صادحا بالانشقاق. هذا ما بدأ به الكاتب السعودي في جريدة الحياة اللندنية فيصل العساف مقاله الذي جاء فيه أيضا. مثلت خطوة ما يسمى الحراك الجنوبي طعنة لشرعية الحرب التي قامت على أساس دعم الشرعية، وفي أحسن الأحوال يمكن اعتبار استعجال تحصيل غنيمة الجنوب بالدعوة إلى الانفصال بمثابة النزول من جبل الرماة في غزوة أحد، ما أفسح مجال الالتفاف على المساعي المبذولة في سبيل تضميد جرح اليمن النازف. ثم ماذا؟ لا شيء في الحقيقة سوى التفرغ لصراع الزعامات القديم الذي لن يلبث ويتجدد ما دام عامل الأنا وليس الحكمة وجندي الحراك المجهول. موقف الحراك الجنوبي في شكله الانتهازي هذا يقوض دوره في تحرير عموم اليمن من قبضة عوامل لا دولة التي تشكلت إثر انقلاب الحوثي. ومن نتائج ذلك أنه يضع السعودية تحديداً بين خيارين: أولهما وقف الحرب والتعاطي بإيجابية مع ما تحقق لها على الأرض، ما يعني في محصلته النهائية ترك اليمن يغلي فوق بركان النزاعات إلى حد الإنهاك والتشرذم. الثاني فتح الباب أمام تعاون آخر يمكنه لعب دور الحليف المحلي في الداخل اليمني مع المضي قدما في قرار الحرب نحو هدف إنهاء أشكال التمرد كافة على اليمن واليمنيين.
بخصوص مسألة التوقيت الخاطئ للتداعي إلى حق تقرير المصير، فإن الحديث حوله بات مكرراً، لكنه يشرع الباب أمام مكاشفة من يرفعون رايته، إذ يمكن القول بمزيد من التقدير ما هكذا تورد إبل الانفصال. هذه هي الحقيقة القانونية التي يحاول الحراكيون التحايل عليها من خلال اقتفاء أثر الحوثي باتخاذهم سياسة فرض الأمر الواقع منفذاً يتسربون من خلاله إلى تحقيق مآربهم، في قراءة يمكن وصفها بالرعونة السياسية التي تستعجل قطف الثمرة قبل نضوجها لتفشل ثم تهوي باليمن. أيضاً من المتناقضات التي تشهدها عدن بعد الانقلاب تعامل مسؤولين أكملوا إجازة عيد الأضحى وأرادوا الذهاب إلى أعمالهم وكأن شيئاً لم يقع. وفقاً للمصدر أونلاين، عدن مسلحو الانتقال يمنعون نائب وزير الإعلام من الوصول لمقر عمله، والإرياني يوقف صحيفة 14 أكتوبر. وقال الموقع أن مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي أقدموا على منع نائب وزير الإعلام حسين باسليم من دخول مقر عمله في العاصمة المؤقتة عدن. وقال مصدر في وزارة الإعلام للمصدر أونلاين أن باسليم اتجه صباح أول أيام الدوام بعد إجازة عيد الأضحى إلى مقر صحيفة 14 أكتوبر، حيث اعتاد على الدوام هناك منذ أكثر من عامين. فاعترضه مسلحو الانتقالي الذين يسيطرون على المؤسسة عند بوابة المبنى، ومنعوه من الدخول وأبلغوه أنه ممنوع من الدخول بتوجيهات من قيادة الانتقالي. وتعتبر صحيفة 14 أكتوبر واحدة من كبريات الصحف الحكومية التي كانت تصدر مطبوعات يومية وتعبر عن توجه الحكومة اليمنية قبل أن يسيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ويسخرها لنشر ثقافة الكراهية والتحريض ضد الحكومة الشرعية وضد كل من يرفض مشروع الانفصال. كما وجه وزير الإعلام مذكرة إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يطالبهم بإيقاف الميزانية الشهرية المخصصة لمؤسسة 14 أكتوبر والإبقاء على صرف المرتبات لمنتسبيها. بعد تكتم شديد دام لنحو 4 أشهر، أعلن رسميا عن اكتشاف مواقع أثرية في محيط العاصمة صنعاء بمنطقة شملان تحتوي موميات وآثارا قيمة يقدر عمرها بأكثر من 3000 عام، ووفقا لموقع أنسام والذي عنوان الإفصاح عن اكتشاف أثر هام بصنعاء بعد 4 أشهر من التكتم. ونقل الموقع ما قاله وزير عينته الميليشيا الحوثية بصنعاء أن الاكتشاف سيفتح الباب أمام اكتشافات علمية جديدة عن تاريخ الاستيطان البشري في اليمن وفي محيط صنعاء. المسؤول الحوثي قال أن الاكتشاف عبارة عن مستوطنة أثرية قديمة ومقابر صخرية تضم عددا من الموميات تعود لنهاية العصر الحجري وحتى العصر البرونزي. وأكد خبراء آثار في جامعة صنعاء أن الموميات تعرضت للعبث المتعمد بقصد التمويه ونهب العديد من محتوياتها من آثار مادية وقطع أثرية ثمينة بهدف تهريبها وبيعها لمافيا الآثار الدولية. ثمن السكوت الشرعية تترنح. تحت هذا العنوان كتب شاكر أحمد خالد مقاله المنشور في بلقيس مضيفة. لاذت الحكومة الشرعية في اليمن بالصمت كثيرا عن تصرفات السعودية والإمارات، حتى لحظة لا تزال تخشى تحميل السعودية تبعات ما جرى من عملية انقلابية في عدن، فقدت ما تبقى لها من رمزية في العاصمة المؤقتة. وجاءت المعارك العسكرية التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات وبرعاية سعودية بعد سلسلة طويلة من العبث بالسيادة الوطنية. توجهت الإمارات إلى السواحل والموانئ الاستراتيجية ومواقع النفط والغاز، وأنشأت ودربت جيوشاً نظامية موازية للجيش الوطني. لم تتجاسر الحكومة الشرعية على الجأر بالشكوى إلا في مرات قليلة عن طريق التسريبات والتصريحات لبعض الوزراء والوكلاء والمستشارين. في المرة الوحيدة التي تحركت الحكومة بشكل عملي
في عهد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وقدمت شكوى إلى الأمم المتحدة بسيطرة قوات إماراتية على جزيرة سقطرى تعرضت للغدر والتواطؤ، إذ أصدر الرئيس هادي في وقت لاحق قراراً جمهورياً بإقالة بن دغر من رئاسة الحكومة وإحالته للتحقيق. ويعد معين عبد الملك أحد رجالات السعودية في اليمن، ووصف بأنه ظل السفير السعودي محمد آل جابر بسبب ظهوره المتكرر معه في افتتاح مشاريع تنموية قبل توليه المنصب. وله تصريح مثير للجدل، إذ أعلن عقب توليه رئاسة الحكومة عدم تدخله في الشؤون السياسية وتركيزه على الجوانب الاقتصادية. في ذات الوقت بدت حالة الاستلاب التي يعيشها الرئيس هادي في الرياض مثيرة للتساؤلات، الغالبية كانت ترجعه إلى ما يشبه الإقامة الجبرية، لكن الرجل توفرت له فرص كثيرة للخروج من المملكة، ثم كان ما يلبث أن يعود إليها مجدداً، مبدداً كل التوقعات بعودته إلى المناطق المحررة أو طلب اللجوء في أي دولة غربية لاسترداد شرعيته. طالب كلية الإعلام وخريج دبلوم الصيدلة نادر علي محمد الصلاح اختفى عن الأنظار منذ 4 من يونيو/حزيران 2016، فبعد أن دعاه أحد زملائه في الكلية لتناول الغداء في منطقة حدة وخروجه من المطعم، كانت أطقم ميليشيا الحوثي تنتظره لتعتقله وتخفيه وفقا لموقع بلقيس. أسرة نادر الصلاح تعثر عليه بعد 1100 يوم من الاختطاف بصنعاء. وفق أقارب نادر وفي حديث خاص لموقع بلقيس، بدأت القصة حين دعاه زميل له بالكلية لتناول طعام الغداء في أحد المطاعم بمنطقة حدة جنوب صنعاء، وتفاجأ بعد خروجه من المطعم بطقم عليه مسلحون حوثيون اقتادوه بالقوة إلى قسم شرطة بنفس المنطقة، وتعرض هناك للضرب المبرح دون أي مقدمات ولا معرفة الأسباب، حتى أن أصوات استغاثاته كانت تصل للخارج حسب ما أفاد شهود للأسرة. استمر احتجازه لأكثر من أسبوع في أول سجن، وتزامن ذلك مع مداهمة لمنزله من قبل مسلحين حوثيين وترويع أسرته ومصادرة مقتنياته الشخصية والعبث بمحتويات غرفته. ثم تنقل بين المعتقلات دون أن تعلم أسرته أين اختفى، إلى أن أخبرهم سجين سابق أن نادر كان معه في سجن البحث الجنائي وأنه لم يعد يعرف أحد من الذين حوله بسبب التعذيب الذي تعرض له، وقد اتهمته ميليشيا الحوثي بالتخابر مع منظمات خارجية. وقد احتاجت أسرته إلى أكثر من 1000 يوم لتعرف مكانه وتقوم بزيارته، وخلال فترة سجنه ذهبت أستاذته في الجامعة إلى زيارته، وبعد ترجي الحرة سمحوا لها بمقابلته. وقد تألم أن زملائه في الكلية قد تخرجوا بينما هو معتقل بلا سبب. ظهر الرئيس اليمني يوم الاثنين ليدعو اليمنيين لدعم الحكومة ضد الانفصاليين، هكذا تناولت صحيفة لوفيغارو الفرنسية الخبر، وأضافت في التفاصيل: الرئيس هادي دعا الشعب اليمني إلى دعم الحكومة ضد الانفصاليين الجنوبيين الذين سيطروا على عدن وأصبحوا سلطة الأمر الواقع هناك، بعد أن استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء قبل أكثر من 4 سنوات. فرت الحكومة اليمنية إلى عدن، لكنها مؤخرا شهدت معارك دموية تغلبت فيها القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على إثرها على القوات الحكومية. التحالف الذي تقوده السعودية مع الإمارات أرسل وفدا عسكريا إلى عدن للإشراف على انسحاب الانفصاليين من المباني العامة وليس من المواقع العسكرية. الرئيس هادي وفقا للوكالة الرسمية سبا قال إنه على اليمنيين الوقوف وراء القيادة الشرعية للبلاد ومؤسساتها الرسمية ورفض جميع مشاريع التمزيق. كما أمر الرئيس حكومته وفقا لتقرير الصحيفة الذي ترجم لصالح قناة بلقيس الانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات هذا التمرد، في إشارة إلى الانفصاليين الذين دعاهم إلى الانسحاب من المؤسسات التي يشغلونها. المواطنة والحب والاحترام، تحت هذا العنوان كتب سامر خير أحمد مقاله في صحيفة العرب الجديد.
كنت أعتقد أن ثمة ارتباطاً موضوعياً بين احترام الناس مواطنتهم في بلدانهم بما ينبني عليها من تأديتهم واجباتهم تجاهها وحرصهم على شوارعها ومرافقها العامة وقوانينها وما توفره لهم دولتهم من حقوق ورفاه. حتى زرت جورجيا قبل أيام ورأيت ما فيها من التزام واحترام وانتماء، على الرغم من أن شعبها لا يعيش الرفاه ولا يتجاوز متوسط الدخل الشهري لموظفيه 500 دولار. لماذا إذن يمكن أن تتوفر هذه المواطنة الصالحة التي تجعل المدن غاية في النظافة والقانون، غاية في الاحترام والسلوك البشري، غاية في الإنسانية على الرغم من الفقر، بينما شعوب فقيرة أخرى تعيث في بلدانها إهمالاً وفوضى ونجد الفقر تفسيراً لسلوكها، كما أن شعوباً غيرها تمارس حياتها بالتزام وأخلاقيات رفيعة ويكون رفاهها تفسيراً لحسن سلوكها؟ ربما الإجابة في الأمل. ليس شرطاً أن تكون البلاد غنية، لكن عليها أن تمنح مواطنيها الأمل بغد أفضل، فتعمل قيادتها جاهدة لبناء البلاد وتطويرها وتحترم حقوق مواطنيها وإنسانيتهم وتجعلهم يلمسون التغيير والتطوير يوماً بعد يوم، بينما تحافظ هي على نظافة اليد وتمنع الفساد، فضلاً عن أن تمتنع بنفسها عنه وتمتثل للمساءلة وتحافظ على الشفافية. بكلمات قليلة تتوفر على برنامج عمل يصنع الأمل وتعمل بجد لتنفيذه. يمكن تطبيق المسألة على الحالة العربية، فقد مرت الشعوب العربية خلال عقود سابقة، خصوصاً في الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي، والمعنى أن الثورات العربية لم تقع لأن الشعوب غضبت من سوء أوضاعها الاقتصادية وحسب، بل من سوء إدارة أوضاعها كلها الاقتصادية والسياسية. ثمة قول حكيم مفاده بأن وظيفة القائد هي صناعة الأمل، فالشعوب الحضارية تحب أن تكون حية وعاملة وأن يكون لديها هدف استراتيجي تمشي إليه ببرنامج عمل واضح. ساعتها تشعر بأنها تلاقي من بلادها الحب والاحترام، فتبادلها الحب والاحترام بالضرورة وتحافظ عليها كما يحافظ كل فرد على ممتلكاته الخاصة. قد يواجه زوجان فرنسيان تهمة السجن لمدة 6 سنوات، والسبب بحسب الشرق الأوسط القبض عليهما وبحوزتهما ما يقرب من 40 كيلوغرام من رمل جزيرة سردينيا الإيطالية الذي يعد الاحتفاظ به جريمة. هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ذكرت أن الزوجين أرادا أخذ الرمال إلى المنزل كهدية تذكارية ولم يدركا أنهما ارتكبا جريمة. رمال جزيرة سردينيا البيضاء تعتبر منفعة عامة ويحظر الاحتفاظ بها، ولسنوات اشتكى سكان الجزيرة من سرقة الأصول الطبيعية بما في ذلك الرمال. ويواجه الزوجان عقوبة السجن لمدة تتراوح من 1 إلى 6 سنوات بسبب جريمة السرقة، في ظل ظروف مشددة تتمثل في سرقة أحد أصول المنفعة العامة وهي الرمال. الشرطة اكتشفت الرمال مكتظة في 14 زجاجة بلاستيكية في صندوق لإحدى السيارات التابعة للزوجين، وكانا على وشك ركوب العبارة في بورتو توريس المتجهة إلى طولون بفرنسا. تقول الصحيفة أيضا أن السلطات تشعر بالقلق لأن عدة أطنان من الرمال الثمينة للجزيرة تختفي كل عام، إذ يقوم السياح ومعظمهم من الأوروبيين ومن بينهم بعض الإيطاليين بحمل كمية من الرمال والحصى في زجاجات وبيعها لاحقا بمزادات عبر الأنترنت. تواصل الشرطة الألمانية تحقيقاتها في مشاجرة كبيرة بين عائلتين عربيتين كبيرتين في برلين شلت حركة المرور في شوارع منطقة نيوكلين في برلين، التي غصت بالمشاهدين على مجرياتها الدموية وعنوان موقع ألماني. مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين، ووفقا لموقع دي دبليو جرت المشاجرة وسط تجمع ما يصل إلى 100 شخص لمتابعة أحداثها، ما اضطر رجال الشرطة إلى أن تطلب من العديد منهم مغادرة المنطقة فورا. وكان أعضاء من العائلتين قد تشاجروا أول الأمر داخل إحدى المقاهي، لكن المشاجرة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف في تطور لاحق. وبحسب روايات شهود العيان فقد تم التراشق بالزجاجات التي أصابت العديد من السيارات بأضرار، وتشاجر أعضاء العائلتين وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، وقد تعطلت حركة المرور في الطريق لفترة مؤقتة بسبب تجمع عشرات الأشخاص الراغبين في التفرج على المشاجرة.
مشروع اليمن الواحد ضرورة وليس خيارا، هذا ما يكتبه السياسي السعودي يوسف الديني، والذي لا يكتفي بهذا القول بل يذهب إلى أن عناصر القاعدة انضمت لموجة المطالبين بالانفصال، وهو أمر غريب يحدث في اليمن وفق تعبيره، حيث أضاف الكاتب في الشرق الأوسط. عناصر القاعدة والتيارات الجهادية تحارب اليوم شبح الوحدة تحت مسمى التحرر وحق الانفصال للجنوب، في حين أن هذه المجموعات المسلحة المنشقة عن القاعدة والغارقة في ثقافتها أبعد ما تكون عن مشروع سياسي مرتبط بالجغرافيا لا المصالح الشخصية، لا سيما أن هويتها قائمة على التجنيد والعمل وفقا للأيديولوجيا العابرة للأوطان. بعث الانفصال من مرقده يتم التعبير عنه للمعلقين على الشأن اليمني كعلاج سحري ونهائي لصداع الحالة اليمنية المؤرقة، بينما لا يمكن أن يكون سوى مسكن لتصدعات عميقة مضى عليها أكثر من 3.5 عقود تحولت فيها الجيوسياسة اليمنية وتبديل الكتل السكانية وهجرتها من الجنوب للشمال تبعاً لحالة الأمن والانتعاش الاقتصادي الذي لم يكن انعكاساً لوضعية الدولة الواحدة بل اقتصاديات جهوية مرتبطة بالمشاريع التنموية للمؤسسات الدولية وتحويلات المغتربين. وفي حالة كهذه من العسير والمستحيل الوصول إلى تصورات طويلة المدى لوضعية ما يحدث في اليمن بشكل قابل للتعميم والقياس. في اليمن اليوم واقع جديد، بؤر التوتر باتت أكثر من أن تعد من تجريف الحوثيين لهوية اليمن. في اليمن اليوم واقع جديد، بؤر التوتر باتت أكثر من أن تعد من تجريف الحوثيين لهوية اليمن واستغلالهم نزاعات الكتل السياسية والفاعلين على الأرض وصولاً إلى المجموعات السياسية المتجاوزة لمنطق الدولة والتنظيمات المسلحة ذات الفعالية الجهادية في مناطق متعددة من العالم منذ مطبخ أفغانستان، بينما تندمج اليوم مع الجغرافيا السياسية في الجنوب كما الشمال مكونة ما يسمى بالجهادية المحلية، وهذا ما يفسر انحسار هجرات المقاتلين اليمنيين إلى مناطق التوتر في سوريا والعراق سابقاً وفي المناطق الجديدة شمال إفريقيا اليوم. شبح صالح يتجدد مع الجهاديين الذين استخدمهم في فرض واقع الوحدة دون صيغة سياسية توافقية، يتم استخدامهم اليوم من قبل الانفصاليين في محاولة لفرض الأمر الواقع دون جدوى، لأنه مخالف لمنطق السياسة ومبادئ الاتفاقيات الدولية القاضية بضرورة العودة إلى الشرعية. ومن هنا فإن الخطاب الانفصالي في حال إصراره على فرض واقع جديد بقوة السلاح في طريقه إلى استنساخ تمرد ميليشيا الحوثي وإن اختلفت الدوافع. كيف كانت الحياة في دولة جنوب أفريقيا قبل 10 سنوات؟ من الآن للإجابة عن هذا السؤال دعونا نشاهد معكم هذه الصور المأخوذة من صحيفة الجاردين البريطانية، نتابع. من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة إلى المواقع الأخبارية وإلى صفحاتنا الخاصة عبر رسامو الكاريكاتير عن مواقفهم واتجاهاتهم بكل خفة وذكاء، مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في هذه الجولة. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نقود أن وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.